برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة بنقفل مؤقتا صفحة أفريقيا، بنفتح صفحة جديدة، صفحة الدوري. عايزين نرجع نكمل نغمة الانتصارات، عايزين نرجع تاني لمركزنا الطبيعي في الدوري، طبعا في المركز الأول إن شاء الله. كلام كتير قوي عن مباراة بكرة وعن الفترة الجاية والمرحلة المهمة اللي داخل عليها النادي الأهلي مع كابتن أحمد رضوان نجم الأهلي السابق اللي منورني، وكلام كتير قوي. يا منورني يا كابتن. ربنا يخليك، انا مبسوط ان انا معاك. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. وعايز ابدا مع حضرتك طبعا من انه بكره رجعنا من جديد بعد غياب يمكن حوالي شهر عن منافسات الدوري. بكره مباراه طلائع الجيش، مباراه مهمه، ثلاث نقط مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. شايف ازاي موسيماني يقدر ياهل اللعيبه ان هم يرجعوا تاني للصراع بتاع المحلي بقى خلاص؟ هو بس عايزين نديهم حقهم بصراحه الفتره اللي فاتت دي، طبعا دوري وكاس وافريقيا وتالت عالم. فطبعا بنشكر الاداره، بنشكر الجهاز، بنشكر كل اللعيبه اللي تعبوا، لان في حاجه يعني الماتش اللي فات اللي حصل فيه وجلد الذات الطبيعي بتاعنا، ان احنا برده مش عايزين برده نقول ان الناس كويسه وماشيه كويس، فاحنا بنشكرهم الاول على الفتره اللي فاتت. الحاجه الثانيه الطبيعي بتاعنا الدوري ده بيبقى يمكن شويه مكتوب للنادي الاهلي، ده بيبقى البطوله الاهم في بعد افريقيا طبعا. فطبعا طبيعي جدا ان الراجل لازم يشتغل على فرقه الجيش ويتفرج عليها ويفرج الناس عليها. الموضوع بقى خلاص بقى دخلنا في الدوري، فاحنا عندنا اظن ثلاث ماتشات مؤجلين او اربعه، فمكسبهم ان شاء الله يحطك تاني اول ان شاء الله. بالظبط. بعيد عن اي نتائج تانيه بقى. مباراة الجيش بكرة يمكن كنت بتكلم يا كابتن في انه دلوقتي الجيش مش في افضل حالاته، 12 نقطة بس بعد 13 جولة، لكن برضو ده طلع الجيش اللي كان في نهائي كاس مصر مع النادي الاهلي طبعا، ده طلع الجيش اللي خرج الزمالك وبيراميدز من الكاس، فريق قوي، واي فريق قدام النادي الاهلي بيظهر بافضل ما عنده وبيضاعف قوته. شايف ازاي بكره ممكن تكون المباراه فنيا بين الاهلي والجيش؟ بصي، هو زي ما حضرتك قلتي قصه ان اي نادي في الوسط او في بعد الاهلي يعني الماتشات ده بيبقى مهم جدا بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز عايز يبين نفسه. طلع الجيش بدا الموسم بدايه مش موفقه خالص، اتغير جه كابتن عبد الحميد من ساعه ما جه بيتهيألي والدنيا اتحسنت، نتائجها اتحسنت للافضل يعني، لكن في الاول وفي الاخر هم فرقه كويسه، في عناصر مميزه في نادي الجيش، تقدر لو انت ما ركزتلهاش كويس تقدر تضايقك في المباراه يعني. فان شاء الله يعني يبقى المكسب للاهلي ان شاء الله باذن الله، وماتش مع ماتش الدنيا ترجع تاني وترجع اول تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. افضل تشكيل من وجهه نظرك يعني لمباراه بكره، شايف المفروض يكون في مثلا تغييرات على التشكيل معينه؟ يعني ايه التشكيل المثالي اللي ممكن موسيماني يلعب بيه؟ احنا مش هنقدر نتكلم خلاص، الشناوي الموضوع بالنسبه له ان شاء الله عليه يعني، ربنا يحميه. طبعا برضو الاربعه اللي ورا ساعات ياسر بيخش مكان ايمن اشرف، برضو بصراحه بيبقى كويس لما بيخش، لكن الاربعه اللي ورا خلاص يعني هاني ومعلول وبنون معاهم ياسر او ايمن ما بتبقاش فرقه كتير، لكن طبعا في الماتشات دي لو ايمن موجود بيقدر يبدا من تحت كويس. سوليه وديانج بتهيألي لو هيبقوا هم الاثنين قفشه قدامهم يعني الشحات، وانا شايف محمد شريف برده ماشي كويس ولازم يرجع تاني لمكانه، لان هو لما بدا في الاول وكان بياخد بصفه مستمره كان بيقدر يهدف. الفكره كلها ان اللعيب اللي فايق لازم يفضل موجود. شفنا حاجات ما عجبتناش يمكن كتير، منها موضوع محمد شريف، منها موضوع يمكن ديانج شويه برده لما جه في الاول وكان مميز مع فايلر خصوصا الفتره الاولانيه لانه كان بيلعب باستمرار. اللعيب لما بيقعد شويه وبيبعد شويه الدنيا بتبقى مذبذبه شويه في الاداء. فلازم نثبت شويه التيم عشان موضوع التذبذب في المستوى ده. شفت ازاي والتر بوالي الفتره اللي فاتت المباريات اللي شارك فيها مع النادي الاهلي؟ بصي، اصعب مكانين الشناوي كحارس والفيرود في ال 11 بتوعنا. الراجل بيحاول، وده كان احسن الاختيارات اللي موجوده في مصر. لكن يمكن ما فيش توفيق شويه، لكن في الاول في الاخر هل هو اداؤه بيتحسن؟ بيتحسن. بيحاول، بيحاول، بيجتهد، تحس ان ما فيش كوره بيحاول ما يشتغلش عليها، بيحاول يشتغل. التوفيق ده هيجي شويه شويه هيجي. لكن هي الفكره زي ما قلت لحضرتك ان كان محمد شريف ماشي كويس كان لازم يفضل مكمل،
وكان بوليا يخش شوية شوية. احنا استعجلنا يمكن شوية على بوليا. طب يعني افهم من حضرتك مع فكرة الاستقرار على تشكيلة معينة بالنسبة للنادي الاهلي، مش مع فكرة تدوير اللاعبين خلال المباريات، لكن لا الاستقرار مع تغيير بعض العناصر حسب بقى حاجة المدير الفني. تمام. التدوير ده كمان بيبقى في اوقات وفي ماتشات، مش كل الوقت ممكن ادور، مش ممكن، عشان بس الفترة اللي فاتت دي يعني قصة التدوير دي الموضوع بقى يعني موضة. حضرتك لما تيجي تبص على مش موضه، يمكن عشان غيابات كورونا برضو يا كابتن والاصابات وكده. تمام جميل. بس انت حضرتك لما تيجي تبص على فريق برشلونه او ريال مدريد او مان سيتي او تعرفي الاحتياطي؟ تعرفيش. هم ال 11 ال 12 ال 13 واحد اللي بيشتغلوا، وده طبيعي، دي سنه الحياه في كل حته. لكن فكره ان انت تغيري النهارده بلعب بكره ما بلعبش، انا كلاعب بقل جدا ببعد. فكره ان انت على طول موجوده في الملعب ورجلك موجوده في الملعب دي حاجه مهمه. الشناوي اللي مخليه كده ان هو مستقر، هو اللي موجود. ايمن اشرف بقى له فتره يمكن 3 سنين موجود، فده اللي زوده وده اللي طوره. محمد هاني بيزيد عشان هو على طول موجود. سوليه نفس الكلام، لما جه الفتره الاولانيه كان برده شويه وشويه نفس القصه، حتى لما عبد الله السعيد جه في الاول كان بياخد على اوقات برده ما كانش بالمستوى مع زحمه المباريات اللي جايه. كابتن احمد انه انت بتتكلم على جدول بقى صعب جدا ومزدحم جدا الفتره اللي جايه، وهتبقى محتاج كل اللعيبه، وهتبقى محتاج تريح لعيبه كل يومين تقريبا ماتش. ولسه يمكن كنا بنقول فيتا كلوب البعثه وصلت طبعا خلاص القاهره، والمباراه ان شاء الله تكون 6 مارس يوم السبت. معاكي. مش ده بيحتاج؟ تمام معاكي. ولازم الفرق الكبيره يبقى معاها مش تيم واحد، 2 تيم مثلا، ولكن برضو قصه التغييرات الكتيره في اوقات كتيره ده حاجه مش كويسه خالص، ومش بيبقى فيه استقرار في حاجه تانية مستوى اللعب. بالظبط كده. وفي حاجه تانية احنا بنعملها اصلا في الشغل بتاعنا، احنا بنعمل ريفرش بعد الماتش. ده طبيعي جدا ان انت بعد الماتش بتعمل ريفرش للاولاد، فالدنيا يعني في حاجات دلوقتي وفي اجهزه كتيره جدا، والاهلي اظن جايب الجهاز بتاع التاهيل اللي بعد الماتش ده، فالدنيا بتبقى افضل يعني. الموضوع ما فيهوش مشكله، ما فيهوش ارهاق على اللعيبه، خصوصا ان انت تبدا فتره اعداد كويسه من بدري. فانا اظن يعني لو الموضوع يعني كان في ثبات اكتر من كده الموضوع هيتحسن في الاداء. لسه مكملين كلامنا طبعا كابتن احمد. كلام كتير قوي على فريق نادي الاهلي الفتره اللي جايه، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن احمد رضوان نجم النادي الاهلي السابق. ويا كابتن كنا بنتكلم على فكره ضغط المباريات والتلاحم، وانه الفتره الجايه هنبقى محتاجين كل اللعيبه الحقيقه في المباريات سواء افريقيا او الدوري. هل الاهلي من وجهه نظرك نجح ان قائمه الاحتياطي تكون زي الاساسي، نفس الجوده نفس الكفاءه؟ بص، ما فيش حد في الدنيا هيقدر يعملها يعني. طبعا الاختيارات في الاول بتبقى طبعا اختيارات كويسه، ولكن في الاخر انت بتشوفي مين الاحسن والافضل واللي بيقدر ينفذ اعلى نسبه للمدير الفني اللي عايزها، فهو اللي بيشتغل. فاستحاله نبقى عندنا اللي بيلعب زي الاحتياطي، استحاله في اي حته في العالم يعني. لكن طبعا في اماكن في الملعب وفي اماكن في الوقت في الدوري في ضغط المباريات اللي هي ممكن تلعبي كل 48 او كل 36 ساعه ماتش، فده لازم تدوري، خصوصا في حته نص الملعب، لان نص الملعب ده شويه بيبقى فيه يعني الجري كتير شويه، بيبقى الاجهاد اعلى شويه. لكن زي ما قلت لحضرتك برضو في اماكن لازم تقلي شويه من موضوع التغيير فيها، خصوصا حته الحارس وحته الفيرود. بس ده اللي انا بكلم حضرتك فيه فعلا، يعني في تالق تقريبا في لعيبه نص الملعب عندنا في النادي الاهلي، بتحتار بينهم يعني. ما شاء الله سوليه، حمدي فتحي، حمدي هايل ما شاء الله، ديانج اكرم يعني. اكرم برضو هايل ما شاء الله، حاجه بصراحه محترمه وواعد يعني. ولكن هي الفكره كلها فكره ان انت بتلعبي باتنين ديفندرات وصانع، لازم برضو حته الصانع لازم قفشه حد وراه يبقى موجود. قفشه كتير جدا لما بيبقى ناصر ماهر موجود وما بياخدش، وده اللي هي الفكره. واحنا شفنا ناصر في عشان بس كان مصاب، بس ده الفتره اللي فاتت، لكن قعد فتره طويله جدا ما ياخدش، ودي لازم ياخد، لان كتير جدا بنلاقي قفشه المعدل البدني بتاعه بيقل. فلازم في الحته دي يبقى واحد وراه قريب على طول. وناصر من اللعيبه كويسه جدا، احنا شفنا حتى لما ما كانش عنده توفيق في الفتره اللي هو جه فيها الاهلي، بس لما طلع سموحه رجع تاني برضه يتالق تاني، فلازم يبقى قريب شويه اكتر من كده. كنا قلقانين يمكن بعد اصابه علي معلول وغيابه، بس شفنا الحقيقه الاداء في الملعب. وحيد هايل، وحيد كمان بقاله اظن سنتين او ثلاثه في النادي،
وبعدين من غير مشاكل، من غير كلام، من غير ما تحسيش بيه. انا دايما بقول يا كابتن انه عندنا في الحته الشمال دي احنا مطمنين. انت عندك معلول، عندك ايمن اشرف، عندك محمود وحيد، الثلاثه ما شاء الله. يعني ايمن يمكن شويه في الحته الدفاعيه اكتر شويه، لما تيجي تلعبي يعني في ماتش زي الزون مثلا زي البايرن كده ممكن يساعدك في الحته دي. لكن الاثنين التانيين طبعا عندهم نواحي هجوميه هايله. وحيد باين جدا لما لعب ما حسيناش. طبعا معلول بيبقى مفتاح لعب هايل لينا خصوصا في المباريات الكبيره طبعا. لكن لا، وحيد لعيبه كويسه جدا بصراحه، لازم برضو ياخد يعني ياخد شويه يعني، برضو كان بعيد جدا لكن لازم ياخد برضو بصراحه. لما خد دلوقتي لا، حسينا ان احنا مطمنين في المكان دوت. مين ابرز الاسماء الواعده اللي انت شايف ان هي هيبقى لها مستقبل كبير قوي الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ بصي، احنا بيتهيألي كابتن حسام حط يمكن 11 لعيب منتخب، فال 11 الاساسيين اظن كلهم اتاخدوا. في قصه اللعيبه الواعده دي كتير جدا على فكره. النادي الاهلي تحت مليان كنوز، مليان يعني. لما هتيجي تبص على الدوري الممتاز هتلاقي فيه اكتر من 10 لعيبه بيلعبوا في نوادي مختلفه، كلهم طالعين اعاره، فكلهم يعني مش عايزين نذكر اسامي يعني عشان ما نقللش من حد فيهم، لكن كلهم انا شايفهم شغالين كويس جدا. وهو ده القصه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت شغال من تحت كويس فهتقدر تطلع يعني. طيب رايك في مستوى لعيبه الاهلي المعارين، يمكن ابرزهم احمد ياسر ريان؟ احمد ما شاء الله يعني، انا اظن جايب 7 تجوان من 12 ماتش، فده حاجه معدل هايل يعني، حاجه محترمه جدا يعني، ودي حاجه تزود نادي الاهلي يعني يجي بتقله. يمكن انا اتسالت يمكن هنا من فتره قبل ما يعني اول ما جه، فقلت لا لازم يخرج تاني. لان يعني برضو اللي موجودين كتير، العدد الكتير ده ممكن ما يخلوش ياخد هو، فهيرجع مستواه تاني. لكن وجوده بره وان هو يتالق وان هو يحرز يعني 7 تجوان ده كتير جدا يعني. ممكن ينافس على هداف على فكره، فده هيزوده ان شاء الله في الرجوع تاني النادي الاهلي ان شاء الله. وبمناسبه الكلام عليه طبعا بنتمنى له الشفاء، لانه عمل يعني يمكن جراحه بسيطه في ايده، وبنتمنى طبعا ان احنا نطمن عليه والجماهير تطمن عليه. عايز اسالك على طاهر، محمد طاهر، وشفت ازاي مستواه مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وفي كاس العالم للانديه؟ طاهر من يعني من الصفقات الهائله اللي جت بصراحه. طاهر كلنا كنا بنشيد بيه في المقاولين، كان عنده مشكله شويه في البعد شويه بسبب الاصابات. ما شاء الله من ساعه ما جه بصراحه ويعني بيتطور ماتش عن ماتش، مجهوده هايل، خصوصا لما الاطراف اللي بتدافع دي بتساعدك انت كمدير فني في الشغل التكتيك بتاعي كويس جدا. لكن اللي بيبقى عنده شويه جري كتير، بيخبط، بيشترك في كل كوره، بيساعدني انا كمدير فني او انا كمدرب ان انا اقدر انفذ اللي انا عايزه في الملعب. فطاير من صراحه من الصفقات الهائله بصراحه بتاعت السنه دي. طب عايز اروح مع حضرتك لموضوع مهم جدا، وهو انه طبعا بصفه حضرتك رئيس قطاع البراعم في نادي الاتصالات، شايف ازاي توقف او ايقاف الدوري بالنسبه للناشئين، بالنسبه للبراعم، ايه اضراره، شايف الموضوع ده ازاي؟ موضوع طبعا خطير جدا. انا من حوالي 5 سنين كده اشتغلت في اتحاد جده، فكنت شغال مع ناس هناك، وكان في واحد هولندي كان بيدينا رخصه هناك وخدناها يعني. المهم كنا بنتكلم، فكان بيسال على يعني على دوري الناشئين بيشتغل ازاي في مصر وبتاخده قد ايه فتره راحه. فاتكلمنا ان احنا يعني بنخلص في شهر 4 بنبدا في شهر 9 ولا حاجه. فالراجل قعد يضحك علينا يعني، ازاي يعني ازاي الخمس شهور دول بدون منافسات، بدون تدريبات، بدون اي حاجه؟ الفتره بره ما بتزيدش عن شهر ونص، وبيقسموها كمان، مش كلها راحه سلبيه، في راحه سلبيه وبعدين في راحه ايجابيه، بيخلي الولد يلعب اي لعبه تانية وبعدين يجي يعمل له قياسات قبل ما يخش. ففي قصه ان انت تسيبي الولد او توقفيه من شهر 1 وتيجي تقولي له الدوري بتاعك في شهر 9، فاحنا كده بنظلم يعني مجموعه كبيره جدا من لعيبه الناشئين والبراعم، وده في الاخر يعني هياثر علينا بالسلب طبعا على الدوري المصري، على المنتخبات. احنا عاملين دلوقتي منتخب 2003 و2006 ده ليه؟ عشان نوقف لهم الدوري؟ فانا مش فاهمها دي خالص يعني، مع ان اللي جانا ان اشتغلوا تدريبات عادي. طب انا اسف بس يعني، بس مش مباريات. لا مش مباريات، تدريبات بس. يعني احنا اشتغلنا 5 مباريات في البراعم وقال لك ستوب، اقف. طب ليه نقف؟ مش عارف، لحين اشهار اخر. طب وبعد كده راح جاي موقف، كان الناشئين شغال، راح بعد كده راح قال لك لا وقف كمان الناشئين، هنبدا في شهر ابريل. طب شهر ابريل ده انت كده بتضحك علينا. شهر ابريل ده
12 ابريل او 13 رمضان، انت هتلعب في رمضان؟ مش هتلعب. فدي مسكنات، ان هو بيقول ان احنا هنلعب وشهر ابريل وبعد كده لا مش هنلعب. فانا مش فاهمها دي خالص يعني. يعني لما توقف دوري ناشئين ودوري براعم وفي ادارات كتيره جدا ونوادي كتيره جدا هتقف، لان يقول لك انا ما عنديش دوري شغال، انا يعني المرتب اللي هديه له ده هديه له ليه؟ فطبعا دي حاجه غلط طبعا. ففي مدربين طبعا هيتاثروا، وهو اصلا اكل عيشهم من الشغل الكوره. فانا مش فاهم الناس دي، هل دي جايه يعني تساعد ولا جايه ضد؟ طب اللعيبه استقبلت الموضوع ازاي؟ انه بقى لهم فتره ما بيلعبوش، الدوري واقف طبعا. احنا كقطاع شغالين، لان احنا لو مشينا مع الناس دي يبقى احنا كده ان شاء الله مش هنعمل اي حاجه يعني. فاحنا شغالين، فبنحاول نعمل ماتشات وديه، بنحاول نعمل مباريات مجمعه، بطولات يوم واحد، كذا نادي، ست سبع نوادي يعملوا في نادي مثلا ويعملوا بطوله مجمعه. ده اللي نقدر نعمله، ده اللي في ايدينا. لكن طبعا قرار خاطئ جدا، انا اكيد مش مدروس يعني، ولو مدروس طب مدروس، طب ما تبعتوا لنا يعني ليه؟ يعني ايه الافاده منه؟ هل بسبب ظروف فيروس كورونا مثلا؟ فيروس كورونا دي احنا بقى لها السنه وشويه معانا. احنا فيروس كورونا السنه اللي فاتت اوكي وقفنا في 12/3 وكل وقف اوكي. قلنا تمام، احنا رجعنا والناس رجعت من 15/7 بدانا تدريبات والدوري اتحط واشتغلنا دوري، مش ما اشتغلناش الكلام ده، ما اشتغلناش خالص. احنا اشتغلنا خمس اسابيع وبعد كده قال لك ستوب. احنا قبل كمان الدوري ما يقول قال طب احنا هنلعب دور واحد. طب يا سيدي لعبنا دور واحد ما عندناش مشكله، والناس كلها وكل النوادي قال لك ماشي ما فيش مشكله نلعب دور واحد. الدور واحد ده حوالي 13 ماتش مثلا، احنا لعبنا خمس ماتشات وقال لك ستوب. فهنيجي في ابريل انت مش هتلعب في رمضان، انت بتضحك علينا. فالفكره لازم يحسوا بس بالناس، لان في مدربين وفي لعيبه، واللعيبه دي انا مش مصدق في نوادي دلوقتي وقفت. هيجي يبدا في شهر 8، طب انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظ كل حاجه. طب طمنا كده بقى يا كابتن على مستقبل الكره المصريه، الكنوز بقى اللي في الناشئين والبراعم. لا يعني قول لي كده المواهب اللي بتشوفها، مين مثلا بالاسم متالقين جدا؟ والله بصي في كتير يعني، انا مش عايز اقول اسامي بعينها يعني، لكن في قطاعات يعني هايله يعني. قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي كويس، كابتن خالد بيبو موجود طبعا والراجل الاجنبي موجود. احنا عندنا في الاتصالات بصراحه عاملين حاجه كويسه، في سيراميكا عاملين برضو حاجه محترمه، في انبي طبعا بقى لهم فتره موجودين وعاملين في كنوز والله يعني. احنا تيجي تبص على الدوري في حته البراعم دي، احنا عندنا 2007 ده فرقه عندنا في الاتصالات ماشيه الثاني مثلا بعد انبي، معديين الحمد لله، معديين دجله، معديين بيراميدز، معديين الجيش، معديين فرق كبيره جدا يعني. فبنحاول والله ان نشتغل في كنوز كتيره جدا تحت، بس لازم يبقى في حاجه مدروسه اكيد، لازم يبقى في مدير فني لاتحاد الكوره يقدر ينظم لنا الجداول. ومن احنا في اتحاد جده حضرتك كنا بنشتغل من شهر 7 الدوري عندنا، بنبدا كاس، حاجه اسمها كاس زي الكاس بتاعنا بالظبط، وبالظبط وزي الدرجه الاولى بالظبط، وبعدين الدوري زينا زي الدرجه الاولى. الاتحاد بيلعب الاهلي السعودي، احنا بنلعب قبليهم 17 سنه نلعب قبليهم، وعندي الدوري من 1/7 لغايه 30/4 معايا، ما فيهوش تغيير، ما فيهوش اي حاجه، عارف هلاعب مين اخر ماتش، وهسافر هروح بطيران والتيكت معايا، كل حاجه موجوده. فدي حاجات لازم تبقى عندنا، احنا مش قليلين يعني، معلش يعني مصر مش قليله. بدليل اهو محمد صلاح يعني، ده راجل لما لقى فرصه بصي بقى فين. عندنا برضو مدربين لو لقوا فرصه هيبقوا في حته ثانيه برضو. اكيد محمد صلاح بقى هيبقى فين رايك بقى؟ محمد صلاح انت جبت سيرته دلوقتي، أنا ليفربول يكمل ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا ايه؟ بصي محمد صلاح عمل كل حاجه في في في, في ليفربول طبعا. تنقله لحاجه ثانيه دي يعني لازم تبقى حاجه قويه زي ريال مدريد او برشلونه عشان ما يقلش. ولكن الخوف، كل الخوف بقى ان ما يقدرش يعمل كل اللي هو عمله او نص اللي عمله حتى في ليفربول. فانا كرايي الشخصي ايه اللي ممكن يخليه يفضل موجود في ليفربول احسن؟ ايه اللي ممكن يخليه ما يقدرش يعمل اللي عمله في ليفربول؟ السن اللي عامل ممكن يروح لسه صغير يا كابتن. جميل بس يعني ده ميسي 33 سنة وبيأدي حلو، رونالدو بس أكبر من كمان من 4 سنين غير دلوقتي طبعا. هو اتطور جدا في النواحي، خصوصا في النواحي البدنية يعني، حتى جسمه
في فورنتينا غير دلوقتي خالص يعني. ولكن هي الخوف ان ما يقدرش يعمل اللي هو بيعمله دلوقتي. انا شايف ان هو ممكن يبقى حاجه يعني يبقى معجزه اسطوره ليفربول او الدوري الانجليزي. طبعا. بس طبعا انت عارف يا كابتن مين هداف دلوقتي الدوري الاسباني؟ ميسي. مين هداف الدوري الايطالي لحد دلوقتي يعني؟ رونالدو، كريستيانو رونالدو. السن مجرد رقم. انا بشوف ان الناس دي وغيرهم كتير في الرياضات كتير بيثبتوا لنا ان السن ده طبعا ولا حاجه. لا لا السن عبد المنصف هو باين لغايه دلوقتي حتى ما شاء الله عليه. مش قصدي السن هيبقى رقم واحد، ولكن ممكن يروح في مكان ما يتبسطش. هو دلوقتي ممكن ما يبقاش مبسوط في ليفربول علشان موضوع الشاره وموضوع شويه اللي هو يمكن متضايق شويه، ممكن يروح وعشان في مكان عشان تراجع النتائج برضو ليفربول مؤخرا. مش هو خلي بالك ممكن يروح مكان ما يتبسطش، ما هو راح تشيلسي ويمكن التجربه ما نجحتش خالص. كانت في بدايتها وكان لسه صغير. اوكي، بس وارد يحصل كده. وارد يروح في حته ما يبقاش فيه توفيق في الاول، فالناس ما تدلوش الاهميه، فهو يتضايق فيزعل. فده الخوف يعني. احنا ده اسطورتنا ونحب يفضل موجود كده او يعلى اكتر كمان من كده. فانا شايف وجوده في ليفربول هيبقى افضل. بتشجع مين في الدوري الاسباني؟ برشلونه. برشلونه انا شويه، انا جوارديولا شويه يعني. انا شويه بحب الكوره. ريال مدريد نادي عظيم، ولكن بحس التانيين دول ممتعين بصراحه. قعدوا متعونا سنين سنين سنين، وهنفضل في ظهرهم حتى يا كابتن. تمام كده. جماهير برشلونه اكيد في ظهر النادي. لا احنا في ظهرهم جدا بصراحه. لا متعونا كتير يعني كتير. رايك ان ميسي يكمل؟ اكيد طبعا طبعا. لا لا ده له برجل واحده يلعب. يعني ده ما شاء الله عليه يعني، ربنا يعني. الفترة دي يا كابتن اشاعات كتير قوي بتطلع على النادي الاهلي كتير، انه مين ماشي ومين جاي وموسيماني متضايق من مين. اي كلام بيتقال مجرد تصدير صورة ان في مشاكل في النادي الاهلي وهدم استقرار الفريق اللي ما بيحصلش يعني الحمد لله. بتشوف ازاي الاشاعات دي لحد دلوقتي مع ان كل المحاولات دي فشلت قبل كده؟ يعني خلاص انت عمال تحاول بقالك فترة وبتفشل، والنادي الاهلي حقق الثلاثية وانجاز كبير وكاس العالم ثالث يعني ثالث كاس عالم. النجاح ليه طبيعي يعني، بعد اي نجاح لازم تلاقي كلام يهبط ويقلل الانجاز ويبعدك عن التركيز كمان. لكن انا شايف لا، انا على فكره احسن حاجه في الراجل ده ان هو اكيد موضوع اوضه اللبس ده هو مستحوذ عليه. لان احنا شفناه اول يوم جه، في مدربين كده، في مدربين من اول يوم يخش يشتغل خلاص كسب الناس، فهم، عرف الدنيا ماشيه ازاي. فالراجل ده من اظن يعني ان هو بيتعامل في النواحي النفسيه هايله يعني. شايفين مفيش مشكله يعني خالص. وهو الكبير كده على طول لازم، وبعد اي انجاز لازم نقلل من الانجاز ده وقت. لا انا مش شايف ان يعني في مشكله خالص، بالعكس احنا الجمهور شويه بس بقى طمعان زياده عن اللزوم. احنا بقينا طمعانين على طول، عايزين بطوله بطوله بطوله. فهي دي اللود الكبير اللي على اللعيبه، فلازم نهدى شويه في اوقات ما نجلدش الذات يعني. يعني مش ماتش تعادل او ماتش خساره يخلي نقول ان ده الدنيا باظت والاداء والراجل محقق كل حاجه. عنده اخطاء، كلنا عندنا اخطاء، ولكن لما تيجي تبصي لا معلش، دوري كاس لعب افريقيا في الاخر واخد حاجه يمكن من الاخر شويه. فايلر يمكن اشتغل فيها في الفتره الاولانيه، لكن في الاول في الاخر هو اللي حقق، هو اللي حقق الانجاز. بيبقى صعب على اللعيبه اللي بتشوف انتقاداتها بعينيها على السوشيال ميديا، بيبقى صعب على نفسيه اللاعب ان هو يشوف انتقادات كتير عليه؟ طبعا يعني بتبقى سيئه، خصوصا لما يبقى من الجمهور، جمهورك انت. ففي ناس لازم، احنا لازم 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 مروان نقف في ظهره بجد يعني. مروان كتير جدا اتهاجم هجوم بشع يعني، وانا قلت يمكن في اوقات كتيره جدا ما كانش لازم يلعب، ما كانش لازم يبقى موجود يعني. ريحوه، ابعدوه، وهو ده اللي هيفوقه، هيجي بعد كده يفوق. لكن فكره ان هو مش موفق وبديله، مش موفق وبديله، فده بيدي انطباع للناس ان هو مش قادر ومش هيقدر، فخلاص ما فيش ثقه بقى. فلكن لا، ان اللعيبه اللي يعني اللي فرحتنا كتير لازم نقف في ظهرها شويه، حتى لو هو مش موفق دلوقتي ما فيش مشكله. بيبقى فعلا مهم هنا جدا طبعا على اللعيبه جدا طبعاً. وبيبقى مهم هنا بقى دور المدير الفني كمان انه يتكلم مع مدير فني ومدير الكوره بصراحه، كابتن سيد برضو أكيد. وكابتن سامي طبعا يعني، كل الجهاز اكيد يعني بيتعاملوا بيلموا ورا الراجل
فطبعا لكن المدير الفني بيبقى ليه طبعا الاولويه ان هو يتعامل نفسيا كويس مع خصوصا الناس اللي مش موفقه او الناس البعيده. احنا كنا في نادي يمكن افتكر في اسمنت السويس كان معانا كابتن محمد صلاح. كلنا كنا بنحبه، والناس اللي بتلعبش بيحبوه اكتر من الناس اللي بتلعب. كابتن طارق يحيى نفس الكلام، ليه؟ بيتعاملوا نفسيا شويه احسن وافضل، لان لازم اتعامل مع اللعيب اللي ما بيلعبش ده احسن من اللي بيلعب ده. خلاص في الاول في الاخر هو مهما اعمل فيها هيستحملني، لكن اللي بعيد ده اللي ما بيلعبش ده لازم ده اللي اديله جرعه اكتر شويه نفسيا. بشكر حضرتك جدا. طبعا انا استمتعت والله كابتن احمد رضوان وانت معايا النهارده في برنامج السادسه. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. تسلمي. ربنا شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره مباراه الاهلي وطلائع الجيش على ملعب الاهلي والسلام. كلنا في ظهر فريقنا وكلنا بندعم الفريق، وباذن الله 3 نقط غاليه يقدر النادي الاهلي ان هو يحققهم بكره. بشكر حضراتكم مره ثانيه.